السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إذا دائما مع خليجي 25، كما شاهدنا اليوم مباريات حماسية وقوية جدا. المباراة الأولى كانت للمنتخب العراقي أمام منتخب قطري. دائما في هذه المباريات مع العراق وقطر دائما تكون مباريات يعني رائعة جدا أشاهدها يعني وأتابعها. كذلك مباراة الثانية لمباراة عمان وكذلك البحرين، والتي انتهت في الدقائق الأخيرة بهدف قاتل أنهت من خلاله عمان هذه المباراة وصعدت إلى النهائي أمام المنتخب العراقي. إذا كلا المنتخبين تأهلوا إلى الدور النهائي، فالمباراة النهائية ستقام بين العراق وعمان يوم الخميس 19 من يناير المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية. إذا يذكر أن منتخب العراق وعمان قد اصطدم في دور المجموعات وحسم التعادل السلبي مباراتهما، وهو التعادل الوحيد للفريقين خلال البطولة. إذا هذا النهائي له طعم خاص، خصوصا وأن المنتخب العراقي تأهل إلى النهائي، وهو ما سيجعل من هذه المباراة ذات وزن كبير جدا، خصوصا لدى الجماهير العراقية والإعلام الذي سيسلط الضوء، خصوصا أنها بطولة عراقية يعني في ضمن هذه البطولة لخليجي 25. إذا أصدقائي أترككم مع بعض اللقطات لصافرة نهاية مباراة العراق مع عمان، بعض اللقطات للحظات لتأهل الفريق العراقي إلى الدور النهائي. إذا فكما تابعنا فالجمهور العراقي فرحين جدا بهذا الانتصار وهذا الأداء الجيد لمنتخبهم، وكذلك فهم متشوقون للظفر بهذه البطولة وإضافتها إلى أرشيفهم الخاص بهذه التظاهرات الكروية في مثل هذه التظاهرات. إذا أترككم مع هذه اللقطات ونلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاية الأحداث، العراق إلى نهائي خليجي 25، إلى المباراة النهائية للمرة الثانية بعد خليجي 21، خليجي 25 يتأهل من خلاله المنتخب العراقي إلى المباراة النهائية بانتظار الفائز من البحرين وعمان بعد هذا اللقاء. مبروك للعراق وجماهير العراق في كل مكان، هارتك للعنابي وجمهوره ومحبيه، وشكرا شكرا لما قدمته في هذه البطولة. العراق يتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج، وبالتالي ينتظر الفائز من الطرف الآخر ومن نصف النهائي الآخر. ألف مبروك للعراق حكومة وشعبا، ألف مبروك لكل أبناء العراق في أرضها وخارج أرضها، خارج أرضها. هذه رسالة حب وسلام لكل العراقيين خارج الديار. هذا هو المنتخب العراقي، يصل إلى المباراة.